خدمة موسى للمرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني سبب خروجنا أن أبانا شيخ كبير، فسقى لهما. هذا الفعل من موسى، فعل الرجولة، وهذا الفعل لم يكن من ورائه يعني نية سوء كما يظهر في الآيات، لأنه عندما سقى لهما ثم تولى إلى الظل ودعا تبارك وتعالى، قال ربي إني، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فدعا الله سبحانه وتعالى. المهم كيف هذا العمل الصالح فتح له باب خير، تزوج المرأة واشتغل عندهم وسكن عندهم، فعل فعلا صالحا، خدم الناس ودعا الله تبارك وتعالى، فكان هذا من أبواب الرزق ومن أبواب الكفاية ومن أبواب